لا تكمل حكي. حاجة تبرر. أنا صرت تقيلة عليكم. خلاص مو مشكلة. بالسيزن هاد هلا بلشت أميرة شوي غير العواطف وغير إنه أنا كنت عم بشتغل على الهوس بابنها بهالطريقة التعامل المباشر معه، صرت أعمل حالة شوي صارت تقوى أميرة القوية، صار من شدة العلاقة بالولد صار تكبر حالة الانتقام والسقر عند أميرة، فصرنا منشوف شوي عيون نمرية شراسة هيك عم تلهت أحيانا مثل النمر بإنه هدول اللي إجوا هلا بدهم ياخدوا ابنها، لأنه بلش ابنها ياخد حقوقه من العائلة، اختلف الوضع، فبلشت تحس بالخسارة، فبتبلش تتحول هيك إلى جانب إنه بلش يصير عنا شيء له علاقة بالهستيريا. وهالهستيريا رح تأثر كتير على علاقتها بابنها. من شدة علاقتها فيه وخوفها عليه خبت عليه سر كتير كبير ما رح نحكيه طبعاً هلا. كمان هي بجانب من الجوانب بتشوف أنت إنه هي ظالمة أنانية، يعني حب امتلاكها لابنها على حساب ابنها كان هذا الشيء، فمشان هيك أنا هيأت شوي بإنه هي مش متوازنة نفسيا. يعني مش معقول تكون متوازنة نفسيا وتعمل هذا اللي صار اللي هو رح يعمل شرخ كتير كبير بحياتهم هن الاثنين. وهالشرخ بينه وبين آدم رح يزيده فارس. فارس لما ببلش بيهددني هو اللي بيطلب مني غير مسار وضعي كلياته بعد ما أعمل شيء ما حدث ما رح نحكيه، فهو بيكون عم يتدخل وبيخليني أعمل شيء، هو بيزيد القهر عند آدم وهو اللي بياخذني لمطارح كل ما لا تزداد مرضتي والحالة الهستيرية عندي. ومشاكلها رح تزيد أيضا مع ليلى. انت ماشي انت في مواجهة بالدراما بالنص دراميا، يعني حتى في مشاهد مواجهة وراح تكون مفاجئة شكل المواجهة اللي راح تصير بهذا السيزن بين أميرة وليلى. يعني في انتقام بده يبلش يطلع الحقد اللي عند أميرة اتجاه إنه اللي دمرت حياتها ودمرت ابنها، والحروب اللي راح تخوضها أميرة كتيرة. ومننا مع خالة نايا سامية. عندي كان أخت قبل إما لنايا، وعندي أخت بصير خالتها لنايا بتجي كمان، بصير تطشات بيناتنا، يعني إنه هي من العائلة اللي كانوا رافضيني، يعني فعندي شوية هيك بالرسم شيء مع سامية، شخصية سامية. وسامية رح تأدي دورها كارلا بوتروس اللي بتجي من أمريكا لتستقر بجانب نايا. هي ضميرة لنايا أو بتوجهها، لأنه كلنا بنعرف إنه نايا أوقات عندها الأنانية، she's a little bit selfish، بتروح على الأشياء اللي هي بدها إياها، بدها تمتلك الأشياء، فسامية بتوعيها شوي، بتوجهها حتى ما تغلط كتير، بس من الناحية الأخرى بتحميها، يعني إذا بتعرف إنه في حدا عم يأذيها أو ممكن يأذيها رح تكون حدها هيك مثل إذا بدك الملاك الحارس تبعها بكل قويته. وهالشي رح يدخلها بصراعات مع ليلى. في معرفة سابقة مع ليلى الظاهر، لأنه هن وبأعمار قبل كانوا سوا بالمدرسة أو كانوا صديقات، فهالشي رح نشوف علاقة إذا بدك ديركت مع نايا ومع ليلى، يعني ممكن كمان يكون في هيدي الغيرة الستتية إذا بدك، العنجهية اللي بين الستات، الجمال، الباور، يعني هذا الشيء كله بيعمل إذا بدك هيك خلل بالصداقة يلي بين ليلى وسامية. وأكيد سامية هي من ناحيتها بتحب تحمي نايا، لأنه بتعتبر أنه نايا مثل بنتها. يعني على الأغلب حنشوف صراع شرس بين الثلاثة، بين رهيب، بين ليلى وسامية وأميرة جداً. بس خلوني أحكي شوي عن ست ضحى الدبس، يعني هي الفنانة القديرة، وجودها بالعمل حقيقة كتير إضافة كتير كبيرة، بالإضافة كمان طبعاً للينا حوارني وأستاذ رفيق علي أحمد، هدول الثلاثة بالعمل إلهم تقلهم ووزنهم بهذا الجزء، كمان عم نشوفهم تطورت كتير شخصياتهم، فأنا من الفانز تبعون ضحى الدبس، بحبها بأي عمل بشوفه، بخاصة لما بتاخذ دور الأم اللي خايفة وعم تحمي أولادها، فبعتقد إنه هذا الملعب تبعها لحد يلا. نحن متحمسين للجزء الجديد، إن شاء الله يكسر الدنيا.